احكي لنا اكتر ايه الحكايه ما بين الخناقه اللي بينك وبين احمد حسن على الجول بتاع الزمالك؟ لا والله يعني الصقر حبيبي ومن الناس. مين فيكم اللي جاب الجول؟ احنا عايزين نعرف. حق ربنا. ايوه حق ربنا انا. وهو شايف وهو يقول لك الكلام دوت. بس هو الحكم كتبها له، وهو كان بيتابع الكوره. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، بص هو يعني ايه، هي ما فرقتش قوي يعني، هي انا كنت عامل الكوره اصلا بالعرض، حاططها لاي حد يكمل يعني، انا مش حاططها في الجول. هي لفت لوحدها ودخلت، فخلاص. حتى بقى لو احمد خدها ولا بتاع، هو كان بيكمل. وهو يعني احمد ده كان طريقه لعبه، كان يحب يعمل فولو على الجون وكده. فهو كمل، كانت الكره عدت الخط وقام مكمل. حتى بعد كده في جون كان في الاتحاد، كنا بنلعب الاتحاد السكندري، رحت ناحيه اليمين ودخلت، دخلت وبرده قمت معلق الكوره، راحت في الزاويه البعيده دخلت الجون. كان احمد برده مكمل، عايز يكمل عليها بعد ما دخل، بس رجله قعدت بقى اتعلقت في الشوا. قلت له ما حدش يسيبه رجله بتعلق في الشوا، ما حدش يقرب منه. مين اللعيبه اللي انت دايما بتحب يكونوا معاك في الاوضه في وقت المعسكرات؟ انا كنت بحب طبعا اسلام الشاطر جدا، بحب شادي محمد جدا، عماد النحاس جدا، يعني يمكن دولت اكتر ثلاثه كنت بقعد معاهم، لان كنت انا مفروض قاعد مع عماد النحاس في اوضه واحده، وكنت على طول بقى ببقى عند شادي واسلام يعني. فيعني تقدري تقولي ان دول اكتر ثلاثه، طبعا في ناس تانية كتير، ولكن الثلاثه دولت. ليه بقى بتحب يكون معاك في الاوضه؟ انا بسمع حاجات كده ان في، طبعا كل الناس بتنام بدري وانت بتسهروا، وبنسمع حاجات كده في المعسكر. لا لا نوم بدري. اشاعات؟ لا لا ما فيش حاجه اسمها نوم بدري. ما فيش اصلا. ما فيش حاجه اسمها نوم بدري. وده السبب بقى. لا لعيب كوره وتنامي بدري ازاي؟ لا احنا نحب نقعد ونتكلم ونقعد نجيب في سيره الناس ونقطع في الناس، وكل واحد يحكي اللي عنده، ونطلب اكل رغم ان احنا المفروض متعشين وما ينفع، لا نطلب اكل كمان ونقعد ناكل. وبعدين يعني اما نزهق خالص نبقى نسيب بعض بقى خلاص بقى، ويبقى كده نلحق ننام بقى شويه عشان الماتش.